بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 21، الجزء الثالث من 4 أجزاء. هنتكلم على diseases caused by botulinum. في هذه المحاضرة هنتكلم على الكلاسيكال تايب للبوتوليزم، هنتكلم على الانفانت بوتوليزم، هنتكلم على الورد بوتوليزم، ثم هنتكلم على الانهيليشن بوتوليزم، وأخيرا هنذكر حاجة كويسة جدا اسمها البوتكس. نبدأ بالكلاسيكال تايب أو الكلاسيكال بوتوليزم. كل ما في الموضوع أنه بيحصل انجيشن للكاند فض. إحنا في الحقيقة ليس بالضرورة أن يكون في مصانع، قد يكون ساعات في يستخدموها مثلا في الأرياف، يروحوا يجمعوا مثلا لحوم أو يجمعوا خضروات ويطرحوها في وعاء ويقفلوا على الوعاء هذا لفترة طويلة. ساعات بيحصل contamination في هذا الوعاء، سواء بالكلوسيديوم بوتولينيوم أو حتى بيوجينيك انفكشن. فنتيجة لأنه مقفل الوعاء، لو في أي بكتيريا، البكتيريا اللي هي البيوجينيك هتستهلك الأكسجين، وبالتالي هتتيح الفرصة للكلوستيديوم بوتيلينيوم إنها تبدأ تفك السبور، وبالتالي تتكاثر، وبالتالي تنتج النيروتوكسين، وبالتالي هيكون في هذه الوعاء هيكون في البريفورمد نيروتوكسين. إيش اللي هيحصل؟ هيحصل إنجيشن، وبالتالي هيروح للبلد، ولما يروح للبلد النيروتوكسين زي ما قلنا لانه اكزوتوكسين له سبيسيفيك تارجت بيروح للبريسينابتيك اندنج نيرف، فبالتالي حيروح يعمل بلوكينج للاسيتايلكولين، ما يخليش الاسيتايلكولين يحصل له ريليزنج، ومن هنا حيحصل ما نسميها بالريلاكسيشن، بالتالي حيحصل ما نسميها بالفليسيد باراليسيس، وحيحصل ريسبيراتوري ماسل فيلير. الانكوبيشن بيريد دي من 18 الى 36 ساعه افتر الانجكشن النيروتوكسين. الشخص ده حيحصل عنده دبل فيجن، حيحصل عنده مسل ويكنس، حيحصل عنده كمان دروبينج في الايليد، حيحصل عنده ان الكلام حتى كلامه يصبح غير مفهوم، حيحصل عنده كمان ديفيكلت في السوالينج، وبالتالي حيحصل ديث ديو تو ريسبيراتوري فيلير. بالتاكيد ما في فيفر، ما في دياريا، ما في الفوميتنج. بالنسبه للانفنت بوتوليزم، الانفنت بوتوليزم ده عبارة عن إنه الهاني كونتامينيشن والثريسبور، يعني في عسل والعسل ده تلوث بسبور، فيجي الإنفنت ده يعطوه الهاني، سواء يعطوه في مكملات غذائية، فإيش اللي هيحصل؟ هيحصل إنه الإنفنت اللي عمره يعني less than 6 months، هيحصل إنه نورمال فلورا لسه ما تكونتش عنده أو غير كافية، فبالتالي البكتيريا السبور فورمينج اللي دخلت هتروح تستعمل المكان الفاضي وهتعمل جيرمينيشن وهتطلع توكسين برودكشن، وبالتالي هيحصل حاجه بنسميها اللي هي الانفنت بوتوليزم. الانفنت ده هيكون عنده الويك كراين، هيكون عنده بور فيدنج، ما يقدرش يرضع من امه لنتيجه الريلاكسيشن، كونستيبيشن، هيحصل كمان البور ماسل تون، وبالتالي نسميها الفلوبي بيبي سندروم، ويحدث ما نسميه بالسادن ديث سندروم. الانفنت بوتوليزم دي احنا بنقول less than 12 months or less than 6 months، زي ما قلنا نورمال فلورا ما هيش كافيه، بالتالي السبور فورمينج هتستعمل المكان، هتعمل جيرمينيشن، هتطلع توكسين برودكشن، لكن في الادلت النورمال فلورا موجوده، فبالتالي هيحصل كومبيتيشن، مش هتخلي الكلوستيديوم بوتولينيوم اللي هي السبور انها تستعمل المكان، وبالتالي مش هيحصل جيرمينيشن، وبالتالي مش هيحصل الديزيز. الوند بوتوليزم اللي هو النوع الثالث ده بينتج عن السبور كونتامينيشن الوند، وغالبا بيكون في الناس عافانا الله واياكم اللي هم بيستخدموا الهيروين، بحام بياخذوه بالانجكشن، فلما ياخذوه في الانجكشن خلاص السكن يحصل في ندبات في السكن، فبالتالي يسموها كده، يسموها السكن بابينج وذ هيروين. بعد كده يجوا بحام يستخدموا البودره على هذه المناطق اللي حصل فيها الانجكشن سابقا، فلو كانت البودرة حق الهيروين contamination بالسبور حيحصل germination، وبالتالي حيحصل production للتوكسين at السايت نفسه، وبالتأكيد هذا ريه. الديزيز الرابع اللي هو الانهيليشن بوتوليزم، وهذا أخطر ما في الموضوع، لكن هذا بالتأكيد ما يستخدمش إلا في البايوتيروريزم، فبالتالي ما يحدثش naturally، ما يحدثش بشكل طبيعي كديزيز طبيعي، ما يحدثش إلا إذا استخدم كحرب بيولوجية، إنهم جابوا النيروتوكسين ذا ونشروه في الهواء، فبالتالي ذا حيحصل له إنهيليشن، وبالتالي حيعمل كيلينج لعدد كبير من البشر،
واحنا لو تتذكروا قلنا التوكسينز ده يعني من اعنف التوكسين، 1 جرام من هذا التوكسين قادر انه يقتل 1,250,000 اذا استنشقوه، فده حاجه من الخطوره انه بيستخدم في البايو تيرورزم. النقطه المهمه والحلوه في الموضوع انه حاجه بنسميها البوتكس. ما هو البوتكس؟ البوتكس هي جايه من كلمه بو يعني بوتيلينيوم، والتوكس اللي هي توكسين. طبعا للتايب A، وهذه النقطة المهمة لأنه هو البوتنت توكسين ده بيستخدموه للرانكلز، يعني شوفوا التجاعيد الموجودة اللي عند الشخص ده سواء كان مرأة ولا رجل ما عاد تفرق الآن، فيروحوا إيش يعملوا؟ يروحوا يعملوا تخفيف للتوكسين ذا اللي بيجيبوه في البوتكس، يروحوا يمسكوا شوية توكسين اللي هو التوكسين A ويعملوا له تخفيف ويحقنوا في الأماكن اللي الرانكلز دي، وشايفين كيف انها تختفي هذه الرانكز، تظل 6 أشهر سنة مختفية الرانكز ده، فلا نستخدمه بشكل واسع خاصة أطباء الجلدية. النقطة الثانية كمان في السباسموديك ماسلز بيستخدموه، لو في أي شخص اللي عنده تورتيكولس بيستخدموه كمان كسباسموديك ماسل. كنت معكم فيما مضى من الوقت حول الديزيزز كوزد باي كولستيديوم بوتيلينيوم، الكلاسيكال تايب، الود بوتيليزم، الانفانت بوتيليزم، ثم الانهيليشن بوتيليزم اللي قلنا بيستخدم في البايو تيرورزم، واخيرا تكلمنا على قضيه البوتكس وكيف الاستخدامات بتزيل الرانكلز. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.